تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. كانت إحدى الفتيات أعتقد من جمهورية الإكوادور في أمريكا اللاتينية أمريكا الوسطى، طبعا التابعة لإحدى الفئات المنشقة عن الكنيسة الكاثوليكية، كانت تقول أو عرضت فيلم أو أكثر من مشهد إنه الله موتها مدة 23 ساعة وورجاها أراها جهنم بعيد من هون، وفي جهنم رأت البابا يوحنا بولس الثاني. بعرفش إذا سمعتوا عن أنخيليكا سامبرانو. المهم إنه جاوبنا عليها طبعا بإمكاناتنا الضئيلة الصغيرة، ولكن أتى بعتقد من العناية الإلهية إشي اللي بجاوب على كلامه. بختصره طبعا بسبب ضيق الوقت. أولا مش ضروري الله يقتل إنسان، الله يموت إنسان حتى يورجي شو موجود في الآخرة، ولا لا؟ ثانيا في مثل الغني ولعازر، في واحد ميت بيطلب من أبينا إبراهيم في السماء إنه يرجع للحياة وينبه إخوته اللي هو سبعة إخوة حتى هم كمان ما يصفوا في جهنم. لا عفوا، هو في جهنم هذا الغني. شو بقول له يسوع؟ عندهم موسى والأنبياء، حتى ولو قام واحد من بين الأموات وراح حكى لهم مش راح يصدقوا إذا ما صدقوش موسى والأنبياء. يعني فكرة إنه بني آدم يموت الله يموته عشان يرجع من الموت ويحكي للناس، هاي فكرة السيد المسيح رفضها في مثل الغني ولعازر. ثانيا أو ثالثا، طبعا هون بعيد أشياء حكيناها في فيديوهات سابقة، ولكن في الإعادة إفادة خصوصا بدي أحكي مع هون للأخوات وبالذات للأمهات. هاي أمها والدتها بتحكي وبتقول شوي شوي صرت أشوف بنتي البعيدة بتموت قدامي. طيب هل ربنا بهالقساوة إنه يخلي بنت تموت تدريجيا قدام والدتها؟ قولوا لي يعني إيش الرحمة اللي في الموت إنه معظم حالات الوفيات الحمد لله تحصل بسرعة وبغياب الوالدين، حتى إذا في أولاد صغار ببعدوهم ولا لا؟ المسيح خصوصي قدام امرأة أم البعيدة شوي شوي يموت بنتها قدامها، وهي جمدت إيدها وهي جم وهي صار وجهها بارد، وهي هل هذه من شيم الرب؟ وربنا كله إنسانية ولا لا؟ طيب هلأ بدنا نجاوب، طيب في جهنم ما شافت غير البابا يوحنا بولس الثاني اللي أعلن اسم المسيح اللي حارب الإلحاد؟ الهدف التشهير بقداسة البابا، هدف التشهير. ليش ما شافت له هتلر؟ ليش ما شافت موسوليني؟ جنكيز خان. ليش ما شافت جنكيز خان؟ ها؟ ليش ما شافت هولاكو التتري؟ كملوا كملوا. ليش ما شافت معمر ولا ما كانش ميت وقتها بدون مؤاخذة، أي ابنه الله يرحمه مات امبارح. معناه زي ما تفضل برضو أبو جمال، إيش هذا؟ إشي مركز. بدناش نجاوب أكثر من الأشياء اللي جاوبنا عليها، سوى إنه قبل فترة بسيطة تعرفوا بدأ في الفاتيكان بدأت قضية تطويب، يعني إعلان قداسة هذا البابا. وفي بين الشكليات أو المعاملات
اللي بتصير لها الموضوع، خصوصا ان امبارح التقيت في احد الكهنة من كولومبيا اللي بيشتغل في هذا المكتب في الفاتيكان، وسألته عن هذا الخبر اللي شفته بيوتيوب، هل صحيح لما اخرجوا، لانه وقتها بيفتحوا بعينون على القبر اساس يشوفوا اذا الجسم اللي دفن قبل كذا سنة اذا تحلل ولا لسه زي ما هو، مع انه مش شرط انه كل قديس يضل جسمه زي ما هو، في بعض الرهبان الارثوذكس كمان بعد كذا سنة ما صاب لحد الان. بعرفش اذا شفتوا هذا اليوتيوب اللي بعت لي اياه مشكورا الاخ ابو رافي، فتحوا على القبر بعيد من هون كأنه مدفون في هاي اللحظة، كل طبعا جسمه كامل، وبعدين طبعا حطوه في زجاج. فهذا اللي بدي أسأله للصبية، إذا طبعا مش ما بتعرفش عربي، ولكن راح نسألها إياها بالإسبانيولي، شو رأيها بهذا الواقع؟ وهل بني آدم في جهنم؟ هل ربنا بعمل معاه هالإشي غير الاعتيادي؟ عادة بدون مؤاخذة بعينهم بعد يومين ثلاثة ولا لا؟ ببدأ يعني بقولكم إشي محزن. كان في إحدى الفتيات في كاليفورنيا تتعاطى المخدرات واختفت، لقوها البعيدة بعد ثلاثة أيام، ووقتها أنا كلفت بعيد من هون بدفنها، أو خلينا نقول إنه كانت متوفاة يمكن قبل ما وجدوها بكمان ثلاثة أيام، الأنف كان رايح. وطبعا بسرعة قمنا بالإجراءات. فكيف هذا البابا صار له 7 سنين متوفى، 7 سنين مدفون. فاللي عنده منكم إيميل خصوصا عن أو يوتيوب عن طريق الأخ ساهر برضو والأخ أبو ميشيل، بنبعث لكم هذا اليوتيوب. وإذا هذا كان رفع اسم المسيح، فش حدا بشر باسم المسيح وبالإنجيل قده، فهذا بده يروح على جهنم. والمسيح سؤال لا تدينوا لئلا تدان. وشكرا لكم، شكرا، يعطيهم العافية.